اصحى يا نايم وحد الدايم، رمضان كريم، الجملة المشهورة للمسحراتي واللي دايما بنسمعها في رمضان قبل السحور. ما سألتش نفسك مين هو المسحراتي وظهر امتى وليه؟ تعال نشوف مع بعض كده حكاية المسحراتي. المسحراتي ظهر من 12 قرن وبالتحديد في سنة 853، وكان دوره انه يصحي الناس علشان السحور. واول واحد اشتغل الشغلانة دي وطاف شوارع القاهرة هو عنبسة اسحاق، وده كان ولي مصر في العصر العباسي. كان بيمشي من مدينة العسكر بفسطاط لحد جامع عمرو بن العاص، وكان بيصحي الناس علشان السحور. اما بقى في العصر الفاطمي، امر الحاكم بامر الله ان المسلمين يناموا بعد صلاة التراويح، وامر جنوده انهم يمروا على البيوت علشان يصحوا المسلمين للسحور، لحد ما قرر يعين شخص يقوم بالمهمة دي واطلق عليه المسحراتي. كان بيمشي من مدينة العسكر بالفسطاط لحد جامع عمرو بن العاص، وكان بينادي على الناس وكان بيخبط على البيوت وينادي ويقول يا اهل الله قوموا تسحروا. مهنة المسحراتي بتختفي فترة، الا انها رجعت في عصر الظاهر ببرس، واللي تمسك بيها كتراث اسلامي في رمضان، فقام بتعيين صغار علماء الدين بمهمة انهم يصحوا المسلمين للسحور. بعدها تطورت مظاهر المهنة، وبدأ المسحراتي ينادي بأشعار شعبية وقصص، ومن ظهور الراديو والتلفزيون بدأت مهنة المسحراتي تختفي تاني وبقت قليلة جدا. وعلشان المسحراتي يكذب الناس ليه، بدأ ينادي بأسمائهم علشان يصحوا ويتسحروا، والأطفال كانوا بيحبوا الموضوع ده جدا وكانوا بيفرحوا جدا بالموضوع ده. من الجمل المشهور للمسحراتي واللي كان المصريين بيحبوا يسمعوها جدا منه: اصحى يا نايم واحد الدايم، ونويت بكرة ان حييت، لشهر صايم وفجر قايم، رمضان كريم. بيكون المسحراتي موجود في القرى والاحياء، وبيكون موجود في كل حي مسحراتي او اكتر، وده على حسب مساحة كل حي. كان بيصحي الناس بالطبلة، وكان بيشارك طفل صغير ماسك فانوس بينور بيه لما كان الشوارع كان النور فيها محدود. بدأ المسحراتي من اول يوم في رمضان ويبدأ ويكمل في العيد علشان يلم عديته من الناس، ويبدأ ينادي بأسمائهم علشان يعرف يلم عادية كويسة. واللي حابب الموضوع ده كويس ممكن يشاركنا صور وفيديوهات ليه وهو متصور مع المسحراتي وهو كمان بيقول وينادي على اسمه علشان يقدر يفوز معانا بجائزة آخر رمضان. أشوفكم على خير.